انا مش بصراحه وانا بتكلم مع حضرتك مش عارف ازاي الوضع كان شكله هيبقى عامل ازاي بدون هذه الاصلاحات اللي تمت، هذه المشاريع اللي فتحت بيوت الناس، المبادرات الحقيقه يعني المبادرات الاجتماعيه تحديدا وحياه كريمه. الفكره اللي كانت بتطرح يعني خلال الحمد السنوات لله الماضيه فكره المزاحمه ان مجتمع الاعمال دوما بيصدر للحكومه انها بتزاحم مجتمع الاعمال، لا ده هو الفكره الاساسيه ان الحكومه كانت مضطره تزيد من حجم الاستثمارات العامه عشان تجهز بنية الاستثمار علشان كل ما بنعمل مشروعات قومية مش بنتكلم على مشروعات في المواني، بنتكلم على تطوير المطارات، فاحنا خطوط سكك حديدية بما فيه الخط الجديد السخنة العلمين مطوع، الحقيقة خط هيغطي تقريبا معظم ربوع مصر، فاحنا بنتكلم على شرايين جديدة بيتم فتحها. ده كل ده هدفه ايه؟ هدفه انه مجتمع الاعمال يكون لديه قدر عالي من الطمأنينة انه قدر ما يمكن ان يضخوا من استثمارات سوف يعود عليه بمزيد من النفع. ما عندناش المشاكل التقليديه اللي كنا بنتكلم عليها خلال سنوات بعيده ماضيه. طيب. فالحقيقه انا كنت متوقع انه مجتمع الاعمال يتحرك بنفس السرعه اللي اتحركت فيها الدوله المصريه والحكومه المصريه خلال السنوات الماضيه علشان يجني ثمار ما انفق من استثمار كبير. يعني ال الجائحه والازمات العالميه المتلاحقه برضه مؤثره على يعني اتجاهات التوسع او النمو في الاعمال، ده مش هنا، ده على مستوى العالم. يعني خلينا ناكد على انه قدر السياسات المدنيه اللي بتتبع حاليا سواء كان من قبل البنك المركزي او من قبل الحكومه مفترض انها تشجع كثيرا مجتمع الاعمال حتى في الظروف الحاليه بالتاكيد تزيد كثيرا من درجه الثقه في مناخ الاستثمار. الفكره الاساسيه بقى حط استثماراتك وابتدي اتحرك، ولو في اي مشاكل ما تخافش من سوق سوداء لانها ما حصلتش. ما فيش سوق سوداء خلاص لانها ما حصلتش، ما كان موجود قبل كده، كان قبل الاصلاح الاقتصادي. لكن انت النهارده السوق الصرف مرن، مازال عندك تحديات بتواجهك على مستوى العالم في ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، ولكن السوق المحلي مازال منضبط والسلع موجوده فتقدر تشتغل. حتى لو كان في ضبط لحركه الاستيراد واحنا تاخرنا في هذا الامر، حتى لو ده بيحدث في سلع ممكن الاستغناء عنها، يعني انا اقول استورد قمح وزيت ولا استورد فانوس رمضان؟ فاحنا عندنا بدائل وعندنا اولويات لدى الدولة المصرية، فبالتأكيد بنصنع فانوس رمضان وغيره وكل مدخلات الصناعة ممكن ان احنا نقدر نصنعها. النو هاو ممكن نجيبه، احنا دولة ما احناش قليلة، وفكرة ان احنا زي ما الدولة بتتحرك في اتجاه تقليص فاتورة الاستيراد والدخول به، يعني هيئة الشغل الموحد الحقيقة بتعمل مجهود كبير للغاية خلال السنوات الماضية بتزيد من كفاءة عمليات التجاريه اللي بتحدثها، بتزيد من كفاءه عمليات الاستيراد، بتجيب اسعار جيده للغايه. فلو مجتمع الاعمال، لو رجل اعمال لوحده شغال في قطاع او في صناعه مش قادر لوحده، ممكن انه ما يضم مجتمع الاعمال قطاع اتحاد الصناعات وغيره، ممكن ان هم يتشاركوا فيما بينهم علشان يعملوا كيانات كبيره تكون قادره انها. طيب يعني مع جهود الدوله لدعم الصناعه المحليه، هل من الممكن إن دي تكون بوابة مهمة لتعزيز الصادرات ليس فقط تخفيض الاستيراد؟ يعني حضرتك قلت إنه دعم الصناعة المحلية هيوفر علينا إن احنا نستورد، لكن الهدف الأسمى يعني هو إنك تكون مصدر تعكس ميزانك التجاري عشان أخلق فرص عمل. أنا في أشد الحاجة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي، في ظل إن الاقتصاد العالمي يتجه لركود وكساد، أنا محتاج إن أنا أولد مزيد من فرص العمل. ده هيخلقوا بشدة قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، يعني دول القطاعين الاكثر استيعابا للعمال، اخذا في الاعتبار انه السياحه هتتعافى لما الاقتصاد العالمي كله يبقى فيه بوادر او مؤشرات للتحسن. فقطاع الصناعه على وجه التحديد الحقيقه من القطاعات اللي ممكن انه بمزيد من التشارك فيما بين مجتمع العمال، مزيد من الشراكه فيما بين الحكومه والهيئات الاقتصاديه عندنا و مجتمع العمال. احنا يمكن حديث كان مستفيد للسيد رئيس هيئه قناه السويس بيتحدث عن انه بيقبل او بيوجه نداء للقطاع الخاص علشان يبتدي يدخل في المشروعات اللي بتنفذها هيئه قناه السويس. ده الحقيقه فرص واعده امام القطاع الخاص عشان يبتدي يدخل في شراكات حقيقيه مع هيئات اقتصاديه كبرى زي هيئه قناه السويس. فاحنا الحقيقه محتاجين يكون عندنا ثقه في انفسنا، محتاجين ان احنا نبتدي نعتمد على قدراتنا الذاتيه، محتاجين نشوف الوضع الاقتصادي العالمي رؤيه صحيحه، محتاجين نقيم الوضع الاقتصادي المصري والتحديات اللي بتواجهه، وما عندناش سبيل غير ان احنا تتضافر جهودنا مع بعضنا البعض، نبتدي نحط
الزياده نزيد من قدر القاعده الانتاجيه، لان هو ده اللي هيخدم معايا في رقم الصادرات. احنا حققنا الاعلى في تاريخنا فيما يتعلق بالصادرات 43 مليار بما فيه ال 10 مليار بتاعه قطاع البترول والغاز. احنا عندنا مستهدف نصل ل 100 مليار دولار. صحيح. ال 100 مليار عشان اقدر احققها محتاج ان القاعده الانتاجيه تزيد. القاعده الانتاجيه مش هتزيد الا اذا كان الاستثمار ارقامه بتتزايد. والاستثمار احنا عندنا حاليا الحكومه اعلنت سياسه واضحه وثيقه ملكيه الدوله، الحكومه بتتخارج، يبقى البديل ايه؟ البديل ان مجتمع العمال يبتدي يدخل، سواء كان في المشروعات اللي طرحها الدوله الحكومه او انه يبتدي ينشئ مشروعات جديده.